احنا طبعا لما كنا نحضر الاجتماعات والمنتديات العالميه كنا متوقعين ان ننضم للمنتديات العالميه المنتدى العالمي وطلبنا منهم في بنغلاديش ان ننضم لكن هم قالوا انتم ما عندكم منتدى عراقي يجب اولا ان نتاسس اجتماعنا الاخر في تونس ايضا طلبنا منهم ان يحضرون للعراق من اجل مسانده ومساعده الشعب العراقي شكرا لكل من ضحى وساندنا واجا واسس وراح تكون بصمته هي بصمه تاريخيه لتاسيس المنتدى الاجتماع العراقي واحنا نقول للشهيد الرائع التونسي نقول له بعزيزي طابت شمسنا الحلم ما دار طابت شمسنا الحلم ما دار حيك حيك بابا حيك